بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. حياكم الله مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وها نحن في أيام رسول الله صلى الله عليه وآله، في أيام الإمام الصادق عليه السلام، تلك الولادة الميمونة المباركة التي جاء بها الباري عز وجل لتكون رحمة للعالمين. نعم، عندما ولد رسول الله ولدت الرحمة وولد العطاء وولدت كرامة الأمة، ولولا رسول الله صلى الله عليه وآله لأنزل الله تعالى عذابه على هذه الأمة. لكن الله تبارك وتعالى عندما قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ورسول الله صلى الله عليه وآله هو موجود فينا ومعنا وهو يشهد على أعمالنا، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. مشاهدين الكرام، محمد هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم سلام الله عليه، وأمه السيدة آمنة بنت وهب. ولد بمكة المكرمة في يوم 12 أو قيل في اليوم 17 من ربيع الأول من عام الفيل. وقد جرت هذه الرحلة العظيمة عندما توفي أبوه سلام الله عليه وما زال في بطن أمه، وعندما جاء إلى الدنيا وما زال طفلا صغيرا، قد رحلت أمه السيدة آمنة سلام الله عليها، وقد تكفله جده عبد المطلب رضوان الله عليه، وبعد رحيله تكفله عمه أبي طالب. وطبيعة الحال عندما نأتي إلى الطفل وهو يفقد أبويه وهو في ريعان طفولته، حقيقة هذا شيء ينمي عند الإنسان قابلية الصبر وقابلية التحمل. وكأنما الله تعالى يريد أن يقول لنبيه أن أمامك أيام وأشهر وسنين صعبة، تحتاج إلى قلب صلب، وتحتاج إلى عزيمة، وتحتاج إلى إيمان. وفعلا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله نجح في رسالته وتحمل أعباء الرسالة وقاوم الكفر والشرك وتلك البدع التي كانت ما قبل الإسلام وحتى بعد مجيء الإسلام. وهو الذي قال: ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت. فسلام عليك يا حبيب الله يوم ولدت، ويوم جاهدت في سبيل الله، ويوم استشهدت في سبيل الله، ويوم تبعث حيا. ونحن نرتقب اليوم 17 من ربيع الأول، اليوم المبارك لولادته صلى الله عليه وآله، وكذلك سيصادف في نفس اليوم ذكرى ولادة الإمام جعفر الصادق عليه السلام. أتواصل معكم أيها الأحبة بعد هذه الوقفة القصيرة. صلوا على النور الذي عرج السماء، يا فوز من صلى عليه وسلم. صلوا على النور الذي عرج السماء، يا فوز من صلى عليه وسلم. سليما بالوصال تكرما، فسر السرور إلى الفؤاد وخشى
قيما يا حسن ما جادت به. اللهم صل على محمد وآل محمد عدد خلقك وزنة عرشك ومداد كلماتك. ويستحب أيها الأحبة الإكثار من الصلاة على محمد وآل محمد، خصوصا في هذه الأيام، لأن النبي هو الذي قال صلى الله عليه وآله: أكثروا من الصلاة علي فإنها تعرض علي، ومن صلى علي مرة صلى الله بها عليه عشرة، ومن صلى عشرة صلى الله بها عليه مئة، ومن صلى علي مئة صلى الله بها عليه ألفا، ومن صلى علي ألفا حلت شفاعتي له يوم القيامة. فإذا الإكثار من الصلاة على محمد وآل محمد هي تجلب البركة وتجلب العطاء والخير، وتنمي عند الإنسان الإيمان وتذهب عنه النفاق، كما أنها تستوجب شفاعة النبي صلى الله عليه وآله. البحث المخصص للحلقة سورة الأعراف، الصفحة 170 من الآية المباركة 157 وحتى الآية المباركة 158. هذه الآيات مشاهدينا اللي هي راح نكون إن شاء الله نقرأها معا، من قوله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، إلى قوله تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. سأتلو على حضراتكم فأرجو أن تتبعوا معي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. صدق الله العلي العظيم. الآن بإمكانكم الاتصال والمشاركة معنا على الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة، ولمن طبعا أكيد مفتاح البلد موجود لمن أراد المشاركة من خارج العراق أو من داخل العراق، أيضا الهواتف موجودة أمامكم. النص القرآني اللي تلوناه على حضراتكم من الآية 157 وحتى الآية 158، الصفحة 170. طبعا سورة الأعراف من السور التي ورد فيها فضل خاص، وهذا الفضل طبعا كما تعلمون لكل سورة هناك فضل خاص بها. لنتعرف على فضل هذه السورة المباركة ألا وهي سورة الأعراف. ورد
عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من قرأ سورة الأعراف في كل شهر كان يوم القيامة من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فإن قرأها في كل جمعة كان ممن لا يحاسب يوم القيامة. طبعا مفردة لا يحاسب يوم القيامة إخواني، الإنسان أكو ذنوب متعلقة بينه وبين الله، وأكو ذنوب متعلقة بينه وبين العباد. الذنوب المتعلقة بينه وبين العباد لا يعني هكذا لا بد أن يتحالل الإنسان أو يستوفي المظالم مع العباد حتى الله تعالى يغفر له. أما الذنوب المقصود بهذا الحديث الذنوب المتعلقة بين العبد وربه أن الله تعالى يعفو عنه. ويانا أول اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. ألو. أهلا حياكم الله، الاسم الكريم عفوا. السلام عليكم. عفوا الأخ أبو عباس، حياك الله، أهلا ومرحبا، تفضلوا. كيف حالك شيخنا؟ الله يحفظكم وأدعو الله لكم بالتوفيق والسداد. الأخ الفاضل قارئنا سيد مناضل، وتشوقون لسماع صوتك. ما أدري الآية الصفحة. الآية الكريمة من سورة الأعراف 157 وحتى الآية 158 الصفحة 170. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه رسول النبي الأمي الذين يجدونه مكتوبا عندهم نعم الذي يجدونه مكتوبا عندهم التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه ما شاء الله واتبعوا النور الذي أنزل معه قل يا
ما شاء الله ما شاء الله عليك. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. نعم. النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. أحسنت. صدق الله العلي العظيم. أحسنت يا أخينا الفاضل الحاج أبو عباس، شكرا لك وشكرا لأدائك المميز. وإلى نينوى وياي أحمد. السلام عليكم يا أحمد. السلام عليكم يا جميل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أحمد. حياك والله ساعي ولد، شو صحتك إن شاء الله بخير؟ الله يحفظك يرعاك. يلا يا أحمد إن شاء الله نستمع إلى صوتك المبارك. مباركين بولادة النبي صلى الله عليه وسلم. مبارك لكم إن شاء الله ولجميع المشاهدين. الصفحة 170. الصفحة 170 من قوله تعالى الذين يتبعون الرسول. اتبعوه لعلكم. إلى قوله تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. الذين يتبعون الرسول الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. نعم. الذي يجدونه مكتوبا عندهم أحمد. تحاول تغير مكانك يا أحمد، الصوت يعني يأتي ويغدو ويروح. إذا كنت تسمعني أحمد. تسمعني؟ أسمعك لكن تحاول تقرب السماعة إليك أكثر حتى يكون الصوت واضح. تسمعني؟ أي نعم أسمعك، تفضل استمر. نعم. يعني أحمد تحاول تعاود الاتصال ويانا، وإذا كنت تقرب سبيكر أو سماعة تحاول لا توخره حتى يكون الصوت أوضح، مباشرة تقرب الموبايل حتى يكون الصوت أوضح. أنا أشكرك يا أحمد وأعتذر لك لأنه الصوت ما كان واضح حقيقة. شكرا يا أحمد. وياي أيضا من بغداد علي كريم. السلام عليكم يا علي. وعليكم السلام شيخنا الفاضل. حيا الله الأخ علي، مدرسة عبد الباسط. يا أهلا ومرحبا. الله يخليك ويحفظك. يلا يا علي تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون رسول النبي الأمي. نعم ما شاء الله. النبي الأمي
قلوبا عندهم. الله الله. مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف. نعم. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأولى التي كانت عليهم. الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. بارك الله فيك يا علي، وأحسنت وأجدت، وإن كان بقي عندك من البحث آية لكن موفق إن شاء الله في تلاوتك، وأدعو الله لك بالسداد دوما يا علي. شكرا جزيلا. من بغداد إلى السليمانية ويانا إبراهيم. السلام عليكم يا إبراهيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الله يحفظك ويرعاك يا إبراهيم. كيف الحال؟ الحمد لله، نسأل عليكم إن شاء الله. نبارك الله لكم فيكم. ولادة المصطفى صلى الله عليه وآله. بارك الله فيكم. يلا يا إبراهيم إن شاء الله اليوم ننتقل لتلاوة أخرى إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله تعالى. يا أهلا ومرحبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. نعم. ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور. الله الله. واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا
الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. ما شاء الله، لأول مرة تقرأ بهذه الطريقة، طريقة التدوير يا إبراهيم. نعم يا شيخنا، يعني جدا جميل طور او مقام الكورد، يعني في طريقتك او في ادائك ينمي عندنا الخشوع والطمانينه يا ابراهيم. نعم صحيح يا شيخ، مقام الكورد نعم. يلا دوما ان شاء الله استمع ايضا لتلاوتك بهذه الطريقه اللي مخبيها علينا. ان شاء الله خدمتكم يا شيخنا العزيز. الله يحييك واهلا ومرحبا بك يا ابراهيم، شكرا جزيلا. بارك الله فيكم. حياك الله، شكرا لك، بارك الله فيك. وأيضا من هالمرة نحلق من محافظات العراق، من العراق بأكمله، ونطير إلى ألمانيا، ومعنا الشيخ هادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ. حيا الله الصالحين الكبار، اهلا ومرحبا. وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال ان شاء الله. الله يحييك يا شيخ هادي، واكيد يعني مر الاسبوع سريعا وتعاهدنا القران ان نجتمع سويه مع الاحبه في العراق ومعك وكذلك كثير من المشاهدين حقيقه في خارج العراق. اليوم إن شاء الله تقرأ لنا من هذه الآيات المباركة من سورة الأعراف، تفضل. شكرا جزيلا شيخنا. الله يحييك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. الله الله حسنت. مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر طيبات ويحرم عليهم القبائح. الله حسنت حسنت، بارك الله فيك. ويحرم عليهم القبائح ويقع حرمهم التي كانت عليهم. نعم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه
شاء الله ما شاء الله. قول يا أيها الناس إني رسول الله. اللهم صل على محمد. إني رسول الله إليكم جميعا الذي لكم السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله نعم ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. اللهم اكتبنا من أتباعه. صدق الله العلي. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك يا أخينا محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت وأجدت وأفدت يا أستاذنا ويا حبيبنا. نسأل الله لك التوفيق يا شيخ هادي ودوام التواصل وخدمة القرآن وأنت في بلد ألمانيا. ندعو الله لك بالتوفيق ولا تنسانا أيضا والأخوة والأخوات المشاهدين من فاضل دعائك. شكرا لقارئنا العزيز هادي من ألمانيا. ونعود مسرعين إلى العراق ونتوجه إلى البصرة وياي الأخ أبو علي. السلام عليكم يا أبا علي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله الأخ أبو علي، منذ فترة لم نسمع صوتك يا أبا علي. والله شيخ ما يتحصل عدد كل الحلقة تطلع عدد ما حصل. أي الله إن شاء الله المانع خير يا رب، دوما نستمع إلى أصواتكم الطيبة. تفضلوا وعلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم قبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. بعد لك أبو علي بعد لك آية. نعم. قل يا أيها الناس. نعم. قل. طيب موفق يا أبو علي وشكرا لمشاركتك الطيبة المباركة وأداء مميز لقارئنا العزيز الحاج أبو علي من البصرة. دعانا إلى بالتوفيق والحفظ والسداد وكل الأحبة قرائنا في محافظة البصرة. شكرا جزيلا يا أبو علي. طيب الآن أيضا ويانا اتصال. لم أجد ملاحظة حقيقة عند القراء الأعزاء
الأخ أبو عباس أحمد من الموصل، الأخ علي كريم، الأخ إبراهيم من السليمانية، أيضا الأخ هادي، وكذلك الأخ هادي من ألمانيا، والأخ إبراهيم من السليمانية، والأخ أبو علي من البصرة، والآن وياي الأخ رسول من بغداد. السلام عليكم يا رسول. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عزيزي شيخ حياك الله. الأخ رسول وهو طبعا من قراءنا الأعزاء اللي يغيب سنوات ويأتينا بلحظات. حيا الله الأستاذ رسول. حياكم الله. إن شاء الله سأتلو عليكم من هذه الآيات المباركات. اللهم يبارك لك، وكل عام وأنتم بخير بذكرى ولادة المصطفى صلى الله عليه وآله. كل عام وأنتم بألف خير، وهذه القناة الموقرة والكادر والمقدمة البرنامج والمخرج، وأسأل الله لكم التوفيق. زين رسول، الآن راح تقرأنا إن شاء الله قرآن، عندك شيء على النبي ولا ما محضر باعتبار أنت أيضا منشد وقارئ ما شاء الله عليك؟ إن شاء الله راح أقرأ هاي الآيات، وإن شاء الله من بعدها منشى على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. يلا بدقيقة دقيقتين الموشح والتلاوة لك الوقت، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف. الله الله سنت. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ما شاء الله ما شاء الله. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. نعم. لا إله إلا هو يحيي ويميت. الله. فآمنوا بالله ورسوله
الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ما شاء الله ما شاء الله. صدق الله العلي العظيم. ادخل ادخل في 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 الأنشودة اللي عن النبي صلى الله عليه وآله رسول، تفضل. اللهم صل على الصفا صلى على العالم حضانك جعل نور الضياء للبرية رعاك الله بحبيبك وانت منا يا رسول الله رعاك الله بحبيبك وانت منا حبيبا وهو منك الله وانت منا وانت منا يا ابو الزهر دعينا وانت منا نسوب طيب حفلات اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت يا رسول يا حبيبي، بارك الله فيك وطيب الله أنفاسك على هذه المشاركة القيمة منك. أشكرك حقيقة وأشكر يعني تواصلك، لأنه طبعا الأخ ملا رسول هو أيضا منشد وقارئ ومن المتابعين لهذا البرنامج، وأسأل الله لكل الأحبة اللي يتابعونا ويستفادون من عندنا ويستفادون من المتصلين أيضا إن شاء الله الشفاعة الكبرى للنبي والعترة الطاهرة، أنه ولي ذلك والقادر. هذه القناة الموقرة يا طيب عزيز الشيخ العزيز، نعم. وأشكر برامجكم الموقر. الله يبارك بيك ويحفظك. الله يديمكم حبيبي. شكرا شكرا لك يا رسول، شكرا جزيلا. الله يحفظكم عزيزي، مية تلبيكم شيخنا. اللهم يحفظك ولا تنسانا من دعائك، شكرا جزيلا. الآن مشاهدين الكرام ما تبقى من الوقت، حقيقة نعتذر لأخذ الاتصالات، وما تبقى أيضا نستفد من النص القرآني، لكن قبل ذلك خلي نذهب بفاصل قرآني جميل ونعود إليكم إن شاء الله. الآن إن شاء الله بين ما يجهز المقطع القرآني إن شاء الله لقارئنا القارئ حيدر البزوني، وإن شاء الله نسمعكم هذه المحافل القرآنية اللي في كل حلقة نستفد من المتصلين ونستفد من المحفل القرآني، حتى اللي حقيقة الأخوات الكريمات إنه يا ريت إنه يتابعون حتى يستفادون بالشكل الصحيح للقراءة. إحنا غايتنا إحنا نريد نصحح القراءة ونصحح نعم التلاوة للناس. إذا كان المحفل جاهز خلي بعد ما عدنا وقت نرجع إن شاء الله إلى محورنا الثالث وهو البحث القرآني. مشاهدين الكرام، الآية الكريمة التي قرأناها معا، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. شوف ما أجمل هذه الآيات وما أعظمها وما بيان مداليلها حقيقة للناس. شوف النبي محمد صلى الله عليه وآله موجود في التوراة وموجود في الإنجيل
وموجود في القرآن وموجود في صحف إبراهيم وموسى وموجود في زمن آدم عندما فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. تفسير سنة وشيعة يقول الله علمه كيف يتوسل به بمحمد وآل محمد عليهم السلام. وهو الذي قال عندما سأله جابر الصحابي الجليل جابر قال يا رسول الله ما هو أول ما خلق الله؟ قال يا جابر أول ما خلق الله نور نبيكم ومنه اشتق كل نور. فوجود الكون ووجود حياتنا هي مرهونة بمحمد وآل محمد عليهم السلام. كما أن الله اصطفى من الملائكة رسلا، اصطفى من الملائكة مقربين، اصطفى من الملائكة بعد حملة العرش، كذلك الله اصطفى من البشر صفوة الباري عز وجل من البشر هم محمد وآل محمد عليهم السلام. فهنا الآية التي تقول الذين يتبعون، شوف فرق بين الادعاء والاتباع. أنا عندما أقول أنا من أتباع محمد صلى الله عليه وآله يجب أن آمن، أكون مؤمن بكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله. يعني عندما أقول أنا على سنة رسول الله، أنا على خطى رسول الله، شنو معناها؟ معناها فعل النبي، قول النبي، تقرير النبي، أنا ملتزم به وآخذ به. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن فهو النبي علمنا الدين، علمنا العقيدة، علمنا المنهج، علمنا القرآن، الأحكام العبادية المعاملاتية. من ضمن هذه التعاليم قال إني تارك فيكم ما أن تمسكتم بهما كتاب الله وعترتي أهل بيتي. بعد من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره. بعد حسين مني وأنا من حسين. عن الزهراء عليه السلام يغضبني ما يغضبها. زين إيش معنى بعض المسلمين يأخذون بهذا ويتركون هذا؟ هي المشكلة. أفتؤمنون ببعض وتكفرون ببعض؟ يعني إحنا عندما نقول أتباع النبي، زين يفترض كل ما جاء به النبي نؤمن به، إحنا مؤمنين بالنبي وبرسالة النبي، لازم شي يقول لنا إحنا نؤمن به نأخذ به. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، طبعا مفردة الأمي إخواني مو معناها لا يقرأ ولا يكتب، مو معناها النبي أمي القراءة، لا، هناك أمية حضارية وهناك أمية أبجدية. الأمية الأبجدية لا يقرأ ولا يكتب، تمام؟ واليوم مصطلحنا اليوم حتى في السابق أنه ما يقرأ وما يكتب شنو عبر عنه؟ عالم خب مو عالم. هنا أمية النبي أمية حضارية إخواني، وليس أمية أنه أبجدية لا يقرأ ولا يكتب. ليش ما النبي أكو آية أخرى تبين أنه النبي ما قرأ كتاب؟ وما كنت تتلو من قبله من قرآن ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. يعني النبي لو كان مشاع عليه أنه هو يقرأ ويكتب ويؤلف لقالوا أن هذا القرآن ألفه من تأليفات محمد صلى الله عليه وآله. هو يقرأ ويكتب وعنده مؤلفات، هذا القرآن هو من مؤلفات ما نؤمن به. لكن درأ الله عنه هذه الشبهة وخلاه مستقل أنه لا يقرأ قبل ولا يكتب ولا يخط كتاب، حتى عندما يجي القرآن يقولون فعلا ما كنا نعرفه أنه يقرأ ويكتب، فحتما هذا القرآن بهذه البلاغة هو من الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه الأمية هي أمية حضارية لا أمية أبجدية. الذي يجدونه، ولهذا أكو آية أخرى، هو الذي بعث في الأميين شنو؟ رسولا منهم. شو يسوي؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم بعد ويعلمهم الكتاب والحكمة. خب إذا ما كان يقرأ ويكتب خب مو صحيح، ويعلمهم الكتاب والحكمة. بعد يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قبل كانت العرب يأكلون الميتة، يأكلون معروف الحرام، يأكلون سلمكم الله بعض المحرمات من اللحوم، لحم الخنزير، يأكلون العرب
ناس قرويين كانوا ما عندهم ثقافة إسلامية زين، فالله عندما بعث محمد صلى الله عليه وآله يحلل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الخبائث هو الخمر والميسر والأنصاب ولحم الخنزير. شوفوا الله تعالى جد رحيم بينا، حلل لحوم البقر والغنم والإبل زين والأسماك ومشتقاتها، كل هاي حلال، حرم الخنزير. الوادم شو تقول؟ خلي احكي بهاي اللغة الدارجة، تقول ليش لحم الخنزير حرام؟ أشوف أريد ناكله، أريد نشتري وناكله. زين أنتوا تركتوا هاي الأنواع من اللحوم وإجيتوا إلى واحد محرم، يا سبحان الله. المشروبات حلل الشرابت وحلل ما أعرف البيبسي وحلل الماء وإلى آخر، حرم الخمر. يتركون كل هذا ويقول لك الخمر ليش؟ خلي نشوفه. هاي دير بالكم من وساوس الشيطان سلمكم الله تعالى. ما أعرف عندي بعد وقت؟ ما عندي وقت. المهم ما أريد أن أقوله أيها الأحبة أن وجود النبي صلى الله عليه وآله هو رحمة إنه، ولادته رحمة إنه. ينبغي قراءة سيرته، التأسي بأخلاقه، عدم التجاوز على النبي من خلال بعض الأحكام، بعض التصرفات، بعض الروايات التي تحط من شأن النبي صلى الله عليه وآله، كلها نتركها وننظر إلى القرآن اللي قال عنه وإنك لعلى خلق عظيم. شكرا لكم، والشكر موصول للأحبة الذين شاركونا، ونسألكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.